بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنشئ فيديوهات، وفي حد يتصل يقول لي الفيديوهات بتاعتك لما تظهر بينزل عليها اعلانات. الاعلانات دي بتكون مثلا غير لائقه، مثلا احاد جنسيه، عن نادي قمار، عن خمور، عن اي حاجه. انا مش عايز الحاجه دي تتعرض عندي. بعمل ايه؟ بدخل على جوجل ادسنس والغي ظهور الاعلانات دي. دخلت على حسابي هنا في جوجل ادسنس، بيبدا يعرض لي هنا حسابي اللي انا مش عايز الموضوع دوت. انا عايز ادخل هنا على اول حاجه، عناصر التحكم في الحظر. بدوس على عناصر التحكم في الحظر، هنا بيفتح لي الصفحه دي، بيقول لي شوف انت عايز تعرض ايه في الاعلانات ومش عايز تعرض ايه. اول حاجه باجي هنا على الفئات العامه. الفئات العامه دي بيجي يقول لك ايه فيها، بيقول لك ايه في الفئات العامه، بيقول لك ان انت عندك هنا انترنت، اتصالات، عندك اموال، عندك التطبيقات، عندك كل الاعلانات دي. انا لما بصيت عليهم كلهم في البدايه لقيت ده بس اللي عايز يتحصل، اللي هو عباره عن ايه، اللي هو الترفيه. انا بصيت هنا في موضوع الترفيه، بفعل علامه التعجب. يقول لي هنا المنتجات والخدمات التي تدعم او تتعلق بالانشطه في مجال الفنون والترفيه. انا قلت له انا مش عايزها. قال لي خلاص ماشي، عايز ايه تاني؟ برجع هنا يقول لي طب عايز تكتب هنا اي حاجه، يعني ابقى عامل لك عليها بحث في الحته دي. انا اقول له لا. طيب هرجع خطوه كمان ورا واجي اقول له هنا طب فئات اعلانات مثلا حساسه. نرجع خطوه ورا ونشوف الاعلانات الحساسه هنا. انا اصلا دخلت وعلمت عليها قبل ما ابدا اشتغل. تمام، اول حاجه مثلا انديه القمار مثلا، في ايه كمان عندي، كمان العاب الفيديو مثلا العاديه او عبر الانترنت، دي انا سبتها. تمام، ليه بقى يعني سبتها؟ يعني انا لو دست هنا بيديني هنا كلمه محظور لو اتعلمت بالازرق، اما لو اتعلمت عادي خلاص يبقى ايه، لا قفلتها، يبقى دي مسموح بيها. هنا بيقول لي اثاره هنا، طبعا انا معلم عليها عشان اوريها لكم ان الاثاره دي اصلا مش اثاره جنسيه او اثاره حاجه. هنا ده بيحس المستخدمين على ان هم مثلا اهو، بص اعلانات بهدف حس المستخدمين على النقر من خلال تحفيز الفضول لده. يعني حاجه من الاخر كده، يعني انا علمتها بس عشان اوريها لكم ان مش اي كلمه تكون مكتوبه احنا نبدا نعمل عليه نعلم عليها والكلام ده، لا احنا لازم نقعد نقرا هنا نشوف ايه الموضوع. انا عندي موضوع هنا تاني، الاثاره مثلا عن الجنس هنا، قلت لا عملت هنا حظر هنا. تمام، وهفضل شغال كده ابدا اقرا واشوف. طيب انا خلصت الكلام ده، ابدا ارجع خطوه كمان ورا وابدا اشوف ايه تاني. اخر حاجه عايز اشوفها هنا عناوين يو ار ال. حد قال لك الاعلان دوت بيظهر عندك مثلا كذا، اقول له طب ابعت لي لينك الاعلان، ابعت لي لينك الاعلان. باجي اخد لينك الاعلان واحط، ادخل هنا لينك الاعلان من هنا، وابدا اعمل له كوبي وبس هنا، وابدا اعمل له بحث واعمل له عمليه حظر. ده كل حاجه. اي حد بيلاقي حاجه زي كده ممكن يبعت لي في التعليقات يقول لي على الاعلان، او يقول لي اي حاجه بتظهر ابعت لي اللينك بتاعها عشان ابدا اعمل لها حظر. انا كده عامل اللي عليا، وده يكون عليكم انتوا بقى. عجبكم الفيديو ما تنساش في لايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.